أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الأسبوعية علوم وتكنولوجيا. نبدأ مع جهاز مبتكر بتقنية جديدة يعمل على تصنيف حبوب البن وفرزها بحسب الجودة والنوعية. يعمل الجهاز باستخدام تقنية التصوير متعددة الأطياف وبرنامج الذكاء الاصطناعي من خلال مستشعرات دقيقة. الجهاز هو تعاون بين مختصين في الزراعة وفي علوم الحاسوب من جامعة ساو باولو البرازيلية. الباحثون البرازيليون المطورون لهذه التقنية يقولون أنها لا تتطلب تحميص البن لتصنيف جودته وتتجنب بذلك الأخطاء البشرية المحتملة. يرصد الجهاز صوراً لكل حبة بن بأطوال موجية مختلفة، يصنفها بحسب الجودة والحجم واللون ومدى نضج تلك الثمرة من بن القهوة. من حقول القهوة مشاهدينا الكرام إلى الفضاء، حيث اكتشاف علمي جديد. علماء صينيون وفي مختبرات خاصة يعلنون عن معدن قمري جديد على شكل بلورة داخل عينات تم جمعها من القمر عام 2020، أطلق عليه اسم تشانغ. المعدن هذا الفسفوري تم العثور عليه في جزيئات من البازات القمرية، واكتشفت من قبل باحثين في معهد بكين لبحوث الجيولوجيا اليورانيوم. ويعني هذا الاكتشاف أن الصين هي الدولة الثالثة التي تكتشف معدنا جديدا على سطح القمر، طبعا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا، واللذين نفذ أول مهمتي إنزال مأهولتين على سطح القمر في التاريخ. إلى الزرع مشاهدينا الكرام وخصوبة الأرض، حيث الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية في بساتين التفاح في ألمانيا توفر الكهرباء وتؤمن الظل للمحصول وتعطي تكاملاً تقنياً بين استخدام طرق الري الحديثة والتكنولوجيا. الألواح الشمسية هذه تعمل بطرق إلكترونية ذكية تم تصنيعها من قبل مختصين وبرمجت من خلال مستشعرات للتربة تحسب نسبة المياه التي تعطي الطاقة بقدر الحاجة لكل محصول. النتائج بحسب الدراسات التي تمت على المحاصيل من التفاح والليمون والبرتقال أظهرت حفظاً للطاقة وجودة للثمار وتقليلاً في استخدام المياه. لإطلاع الجيل الجديد على مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها المختلفة، نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم فعالية للأطفال في مكتبة المعرفة العامة لمعرفة تفاصيل الفعاليات المعرفية. ننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى هذا التقرير الذي أعده الزميل إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي. مروة وأخوها عبد العزيز قدموا إلى مكتبة المعرفة العامة لحضور فعالية الثورة الصناعية الرابعة والتي نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، مستهدفة الأطفال من عمر 10 إلى 14. ساعدنا الثورة الصناعية على العديد من الأشياء مثل البحث والترجمة والمواقع الإلكترونية والوصول إلى أهداف معينة. الثورة الصناعية تلعب دور كبير في مجالات مختلفة في حياتنا مثل النواحي العلمية والأدبية والطبية والبحثية، حيث أن العالم حاليا في عصر التطور والتكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا حاليا لا يمكن الاستغناء عنها. عصر ما قبل الثورات والثورات الصناعية وبداياتها ودعم فكر التقنية، إضافة إلى إبراز مجالات الثورة الصناعية الرابعة، مواضيع تعرف عليها الأطفال المشاركون في الفعالية والتي ستستمر لمدة يومين. هذه الورشة اللي تهدف إلى نقل العلم والمعرفة التقنية إلى الأجيال القادمة وغرس هذه المفاهيم، خاصة مفاهيم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد ومجالها في سوق العمل. هذه الورشة تهدف إلى نقل هذه المعلومات بطريقة سلسة وأيضا تجربتها في أرض الواقع وتجربة القطع التقنية وكيف تتعامل مع هذه الأدوات. الثورة الصناعية تسهل في نقلة التعليم والمجلات وتطوير وتسهيل التعليم. جدير بالذكر أن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تواصل فعالياتها وبرامجها المختلفة طوال العام، مستهدفة جميع شرائح المجتمع
والمكتبة مفتوحة للزوار من مختلف فئاتهم العمرية. سلطنة عمان وبكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، إيماناً منها بأهمية الإسهامات التي ستقدمها هذه التقنيات الحديثة في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا والعلوم. إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي، مسقط. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام محطتنا الأسبوعية علوم وتكنولوجيا. نلتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل. أما الآن فعودة إلى يوسف وعيدة.